مسفر يسأل: ما أول ما يحاسب عنه العبد؟ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من الصلاة الفرائض. فإن كان فيها نقص فيقال انظروا هل له متطوع، فإن كان له تطوع فيكمل النقص الذي في الفرائض بما له من تطوع، ويرقع كما يرقع الثوب. وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة، وعلى علو مكانتها ومنزلتها في دين الإسلام. الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد كتب عمر رضي الله عنه لولاته: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. انظر إلى فقه عمر رضي الله عنه، يقول لولاته: أهم أموركم عندي الصلاة. يعني من كان محافظ على الصلاة سيحافظ على أمور دينه، وتستقيم أموره، أمور دينه ودنياه. من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه العبادة لما فرضت عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوز السبع الطباق، وكلمه ربه جل وعلا مباشرة، وفرض عليه وعلى أمته هذه العبادة العظيمة. ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، وإذا كان فيها نقص فيكمل من النوافل. وهذا يدل على أهمية العناية بالنوافل. بعض الناس يقول النوافل ليست واجبة. نقول صحيح، هي ليست واجبة، ولو لم تصلي النوافل ذمتك بريئة، لكن هل تضمن أنك أتيت بالفرائض كما أمر الله؟ الفرائض يعتريها ما يعتريها من النقص والخلل. فالنوافل رصيد لك يكمل به النقص الذي قد يقع في الفرائض. ولذلك ينبغي أن يعود المسلم نفسه على أداء النوافل. والمسألة هي مسألة تعويد. من تعود على أداء النوافل لا يمكن يتركها. يعني مثلا من تعود على السنن الرواتب لا بد أن يأتي بها. من تعود على صلاة الوتر، والنفس تحتاج إلى حزم وعزم، لأن النفس بطبيعتها تنجرف للهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تأمل قول الله: ونهى النفس عن الهوى. يعني أصلا النفس تنجرف للهوى، تحتاج إلى نهي، تحتاج إلى نهي وكبح. فهذا الذي ينهى نفسه عن الهوى ويكبحها عن الأمور المحرمة ما جزاؤه فإن الجنة هي المأوى. نعم.